اوعى تعيد السنة على مادة، اوعى تضيع سنة من عمرك في الجامعة. أنا حابب أشوف شباب كتيرة بيسأل السؤال ده. أنا دلوقتي متخرج أو في سنة رابعة وقدامي على التخرج خلاص كام شهر، ولكن أنا واقع في مادة، المادة دي ممكن ما أدخلهاش ولكن هعيد السنة على هذه المادة. في بعض الأشخاص بيتبع استراتيجية يقول لك لا، أنا هفضل أدبلر في الكلية على أساس إن أنا أضيع الجيش بتاعي وأوصل 30 سنة. اوعى تضيع سنة من عمرك في الكلية. واحدة من أسوأ الحاجات اللي ممكن شخص يعملها ان هو يضيع وقته في الكلية لفترة اكبر من اللازم. اول حاجة بتضيع مستقبلك، لانك لما تيجي بعد كده تتخرج وبعدين هتدخل الجيش، يا سلام بقى لو جيشك 3 سنين ضابط احتياط، يبقى انت داخل لي على 30 سنه. بعد 30 سنه خلاص، وانت 30 سنه داخل لي هاخد حديث الخبره؟ لا، ده ناخد حديث الخبره افضل ما انت قاعد بهذه الطريقه. تاني حاجه، نقطه محوريه في السيره الذاتيه بتاعتك. انت دلوقتي جاي في مقابله العمل وبتقول لي ان انت خريج كليه تجاره قعدت فيها 6 سنين. اكيد طبعا هبدا اتساءل، يعني حضرتك قعدت ازاي 6 سنين؟ اكيد الفتره هتكون ضخمه وكبيره جدا. فخلي بالك دي من الحاجات اللي بيتم الالتفات ليها وبيتم النظر ليها. طب لو انت في دور اغسطس او هتاخدها مادة في دور تاني، مفيش مشكلة، ولكن اوعى تعيد السنة على هذه المادة. اوعى تضيعه من عمركم سنة. السنة دي بتفرق كتير جدا في الشغل وبتفرق في حاجات كتيرة. خلي بالكو، اسوأ شيء الدبلرة والصوت في الكلية بتدمر مستقبلك المهني وبتخلي دخولك لسوق العمل ابعد وابعد وابعد. وخدوها قاعدة، كلما كنت صغير كلما كان دخولك أي وظيفة أو أي مجال أفضل، لأن الناس مش هتكون حابة إنها تاخد أوفر إيدج أو شخص أكبر من عمره، وده بياخد وقت كبير جدا. خلي بالكو خلي بالكو خلي بالكو.